السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. كما كتلاحظوا راني فتادي، جيت نشوف الجديد اللي جابوا اليوم. بقاو معايا. واول حاجه غادي نبداها لكم هي هاد الكؤوس. شوفوا الديزاين ديالو، كاين فيه اما هاد اللون او اللون الاسود. الثمن ديالو 3 اورو. وكاينين هاد الكؤوس اللي فيهم شميعات. هاد الديزاين كان اكسيو كيجيبوهم ولكن ما فيهمش الشميعات للداخل. الثمن ديالهم 2 اورو. كاين في هاد اللون ولون الكري، اللون الكرونه. وكاينين هاد الكؤوس اللي هما نتاع الجاج وعندهم هاد الديزاين بحال هكا، اما تحطو هكا اولا ديرو فيهم شميعات. كاين في هاد اللون وهذا، الثمن ديالو 1 اورو. وكاينين حتى هاد الكيسان اللي هما تحطو فيهم شميعات اولا تحطو فيهم اي حاجه بغيتوهم. اللي الجاج ديالهم صحيح البنات ثقيل، الثمن ديالو 3 اورو. كاين فيه هاد اللون وهاد اللون الكورونا. ولاحظت البنات رجعوا تاني البلاطويات، حيت واحد المره كانوا جابوهم، دابا رجعوهم تاني اللي كيقلب عليهم اللي فيهم المرايا الداخل. الثمن ديالهم 7 اورو. كاين فيه اللون الفضي واللون الذهبي. ودخلوا حتى هاد البلاطويات، هادو ما عرفتش واش غادي نقول لكم، ماشي بلاستيك، الخشب ما عرفتش كيفاش غادي نشرحها لكم. هادي دايره بحال القبص، للثمن ديالها 5 اورو. الشكل ده مهم، جاني بحال القبص هذا. وكاينين حتى هاد البلاطويات اللي هما نتاع الخشب، عندهم جوج اللي يدير باللون الكري. كاين الكبير الثمن ديالو 5 اورو، وكاين الحجم الصغير الثمن ديالو 3 اورو. ودخلوا هاد الفانوسات، ديك المره كانوا جابوا هادو اللي هما كبارين، دابا راح تجابوهم الحجم صغيور اللي كنديروا فيهم الشميعات لداخل باللون الذهبي. وكاين اللون الابيض، كاين حتى اللون الفضي، ثلاثه نتاع الالوان اللي الثمن ديالهم 5 اورو. ودخلوا حتى هذا الباص، شوفوا هذا راه هو كبير بزاف نتاع الشاش. كاين فيه اما هذا اللون، ولاحظت كاين هذا اللون لي الثمن ديالو 10 اورو. وكاينين حتى هادو اللي فيهم الكتابه بالانجليزيه، هاد الكؤوس اللي هما نتاع الشاش، الثمن ديالهم 2 اورو. كاين فيه اما هاد اللون الازرق او هاد اللون الغوص. وكاين حتى هاد الفاس اللي هو نتاع الشاش، كيجي بحال هكا الشكل ديالو، الثمن ديالو 2 اورو. وجابوا حتى هاد الخزانه، هادي نتاع الخشب اللي تقدروا تعلقوها هاد البلاصه، هاد البلاصه اللي تقدروا تعلقوها. المهم نقول لكم الثمن ديالو 20 اورو، اللي منه كتعلقوه وكتعلقوه هنايا بحال الجاكيطات او لا شيلا، وهنايا كيتفتح البيبان بحال تقدروا ديروا فيهم اللوازم ديالكم او لا شي سوارد. وجابوا حتى هاد الباص، هذا داير الشكل ديال بحال هذاك البلاطو اللي وريت لكم، قلت لكم داير بحال القبس، بحال بحال كاين فيه اما هذا الشكل اولا هذا، فيه الوريده نتاع بلاستيك، الثمن ديالو 7 اورو. ودخلوا هاد الديكورات على شكل قلب اللي هما نتاع الحديده وفيهم العقيق من هنا هذا الشكل على ما اظن. لا كاين فقط الشكل نتاع القلب اللي الثمن ديالو 5 اورو. هذا راه هو كيتعلق في اي بلاصه بغيتوه. وكاينه هذه اللي تقدروا تعلقوها للثمن ديالها 2 اورو، فيها هكا لوتام نتاع البحر. كاين فيها اما هكا اللون الازرق لداخل، كاين فيها هذا الشكل، راه كاين فيهم الاختلافات. وجابوا حتى هاد الديكورات، ديك المره كنت وريت لكم هادو، كل مره كيزيدوا شي حاجه جديده. كاينه هاد الباطو تاع لوتام نتاع البحر، الثمن ديالو 2 اورو. وكاينه هذه كاملين بجوج اورو، اما هادي او لا هادي. هادي زوينه الشكل ديالها. وجابوا هادو البنات اليوم فتادي، هادو بنفس الطريقه اللي كانوا جابوا اكسيو نتاع دوك القراعي نتاع الزيت كنديروا فيهم زيت الزيتون. هادو جابوا فيهم اللي كنحطوا فيهم بحال الملحه والكمون اللي كنديروا حنايا او الابزار، عندهم هادي نتاع الحديده بنفس الطريقه. كاين فيها اللون الاسود واللون الابيض، غادي نجبدو باش تكون الصوره واضحه.
الثمن ديالهم جد مناسب اورو. وكاينين هاد البونبونير اللي هما كبارين فيهم هاد العيبه اللي الثمن ديالهم 3 اورو، وكاين فيهم الحجم الصغير الثمن ديالو 2 اورو. وكاينه هذه كتحطوها قدام البوتاجاز، كتحطوا عليها الملعقه اللي كنحركوا بها، هي راقيه اللي هي تاع الحديده، الثمن ديالها 2 اورو. واما في الجهه فين كاين اللوازم نتاع المكياج والاكسسوارات، راح تجيبوا هذه اللي فيها كما كتشوفوا يديا، فيها المرايه هنايا، هذه نتاع الحديده باللون الذهبي، كديروا بها هكا الاكسسوارات مكتوب هنايا بسبعة اورو الثمن ديالها. واما في الجهه نتاع الاكسسوارات قلت لكم مره كنضرب هنايا دوره كنشوف الجديد، لاحظت جابوا هادو هاد الاكسسوارات نتاع الشارت اللي فيهم ثلاثه نتاع الفراشات كل وحده واللون ديالها بوحدها بجوج اورو. وجابوا هادي بغاسلي نتاع البنيتات، شوفوا شنو فيها الطريقه ديالها باورو. وجابوا حتى هاد العلبه اللي هي نتاع بلاستيكه كالبنيتات، هاك يحطوا فيها الاكسسوارات ديالهم اللي فيها المرايه لداخل، كاين فيها اللون الليلة وكاين فيها هاد اللون اللي الثمن ديالها 3 اورو. وكما كتلاحظوا هادو هما الاشياء اللي جابوا اليوم تادي، غادي نخليكم في امان الله ان شاء الله في شي فيديو مقبل بحول الله.